فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أي علامة. وذلك أن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون إرعابا عظيما، فلا تطمئن قلوبهم ولا تهدأ نفوسهم حتى يروا هذا العدو وقد هلك. فبقي الجسم وشاهده بنو إسرائيل واطمأنوا أنه قد أدركه الغرق، ولهذا قال لتكون لمن خلفك آية. ثم بعد ذلك أكلته الحيتان وذهب. وما ذكر أنه موجود الآن في الأهرام فلا أساس له من الصحة. وكم من شيء اشتهر لكن ليس له سند. والقرآن الكريم يقول حتى إذا أدركه الغرق، انتهى موضوعه.